إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع دروس الفقه والتأصيلات العامة في القواعد التي تنفتح بها الأبواب للكلام على فقه المذهب، المذهب الحنبلي، وهو من أقرب المذاهب إلى السنة، كما أن الشافعي من أقرب المذاهب إلى السنة حقا، نوما الأثر يقودهم. وسنفتتح اليوم إن شاء الله بعد الكلام على بعض التأصيلات والقواعد حتى نمشي يعني ملازمة القواعد مع افتتاح الكتاب، فسندخل على كلام الكتاب على الطهارة بعدما نتكلم على قاعدة من القواعد أو قاعدتين، وندخل حتى نستشرف اطلاعا على كيفية دراسة الفقه، دراسة متقنة، ليست المسألة خاصة أو واقفة عند التلقين فقط، ولأن الفقه فهم، ولأن الفهم هو رأس الأمر، لا يمكن لفقيه ألا يكون صاحب فهم. يعني كما رأيت كثير من الذين يتكلمون في المسائل يعرضون الخلاف فقط، هي مسألة الحق أن الأكم وراءها ما وراءها، كالذين يدعون التقليد، المقلدة يدعون التقليد ويتمسكون به لطمس السنن، هي المسألة بأسرها رفع راية التقليد، لأن بعدها طمس السنن، بعدها الأكم وراءها ما وراءها، بعدها طمس السنن. وبعدين المسألة لو كانت، حتى لو قلنا الخلاف موجود، طرح لما طرح الخلاف؟ الدقيق النظر لابد أن ينظر كان خلافا ضعيفا، خلافا ليس بضعيف من مضايق الخلاف. المسألة هو إدخال مسألة أصولية على الناس لا يفقهونها إلا طلبة علم الأفزاز، وهي مسألة الحق متعدد أم الحق واحد، لأنه طرح الخلاف هذا يجعل قابلية عند الناس بأن الحق متعدد ولكل يأخذ بما شاء، والحق أن هذا ضلال مبين، بل هذا تضيع للدين أصالة، هذا أصالة تضيع للدين. فما ترأسه بعض الجهلة لا فهم لهم، ما عندهم فقه، ما يفقهون، فهو الحاصل أنه أيضا يريد الناس جميعا هكذا لا يفقهون. الشافعي قال، مالك قال، أحمد قال، خذ بما شئت، وهي المسألة كلها وراءها ما وراءها، لا يدري ذلك إلا من أتقن. المسألة ستأتي تباعا لطمس السنن، وأيضا عدم تخريج بلورة وطائفة من الذين ترتكز عليهم الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم لنصر الدين. أنت كيف تنصر الدين وأنت مقلد أصالة؟ ولا أقصد التقليد أنه يعاب على المقلد عيبا يعني يؤثمه، لا، أقصد لما أنت تقول أنا مقلد ثم تأتي تدرس الناس أو تترأس للناس ثم تطرح الخلاف على أن الخلاف مخير بين الأقوال اجتهاء، يعني لك أن تأخذ بقول من شئت وتطرح قول من شئت. هذا كما قلت لكم الأكم وراءها ما وراءها، والحق عند الله واحد لا يتعدد الحق. الخلاف ورد سنة كونية، اختلف أبو بكر وعمر ولا ما اختلفوا، والمناظرة الكبرى معلومة لديكم،
ليس لديكم المناظرة الكبرى غير معلومة لديكم؟ بعد إذنكم عشان أنا يعني أعتذر لو ابتديت النظارة، لأني يعني بتعب عامل عملية فسامحوني يعني، جزاكم الله خير. فهو الحاصل كانت المناظرة الكبرى بين أبي بكر وعمر في حرب الردة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال هم يقولون، أنت الآن تخالف ظاهر الحديث، شوف هذا دقة الفهم. ولترى غلبت أبي بكر على عمر مع أن عمر ملهم ووافق القرآن في 14 موضع، لكن الصديقية تقدم على الإلهام. وهنا ما تقدم أبو بكر على عمر إلا بالعلم، وخذ الأخرى إلا بالعلم وشدة اللصوق بالسنة، ملازمة السنة رفعت أبي بكر رضي الله رفعت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ورفعة ليست بعدها رفعة، عندما قال له إلزم غرزه إنه رسول الله ولن يغزر الله، وعمر لا يستطيع يقول ألسنا على الحق أليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ أرأيت الفوارق؟ بون شاسع فرق واسع. حملت عمر بن الخطاب يقول والله لا أسابقك، أنت لا تسبق، القدر نفذ. هذا لإتقان العلم وشدة الملازمة للسنة. النووي ما كان النووي نووي وكان بركة بروضة الطالبين، مع أن روضة الطالبين في كتاب روضة الطالبين في المذهب ذهب خالص، لكن ما ارتقى عند الناس وما عرف إلا بإيش؟ برياض الصالحين. وما عرف إلا بصحيح مسلم، ما عرف إلا بشوف ما رفعه الله إلا بالتساقه بالسنة. هذه مسائل مهمة جدا، ولذلك أنا أقول مع أننا نتفقه لكن هذا الفقه فقه في الكتاب والسنة. اللهم علمه التأويل ها وفقهه في الدين، والفقه في الدين فقه في الكتاب والسنة، هذا أمر مهم جدا. لذلك سنفتتح الكلام على الطهارة لتنظر كيفية دراسة الفقه، لأن دراسة الفهم على فهم هو أصل الدراسة، أصل دراسة الفقه على فهم هو ده أصل الدراسة، وإلا فكل شيء لا يكون إلا بالفهم. أما رأيت عمر بن الخطاب ماذا قال؟ الفهم فيما يأتيك. طيب احنا أخذنا من أصول الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه من إمام جليل مبجل، قلنا من أصوله الكتاب السنة، وقفنا عند الإجماع صحيح؟ انتهينا منه؟ ما انتهينا منه. الإجماع هو إجماع مجتهد الأمة، الإجماع هو إجماع مجتهد الأمة في عصر من العصور. ولا يشترط انقراض العصر، انقراض العصر أو قل كما في المذكرة أن يجتمع، طبعا الإجماع آسف لغة التصميم والعزم، فأجمعوا أمركم اصطلاحا أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، علماء المسلمين، وطبعا علماء المسلمين المقصود بهم كما قلت اتفاق المجتهدين فقط، لأنه ليس إلا للمجتهد في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف إلى عند التعريف هنا، هو اجتماع علماء المسلمين أو اجتماع مجتهدي الأمة، هذا قيد لابد أن تفهم كلام العلماء، لأنه يعني فيه ما فيه، أخذتم بلاغة تعرفون الحد. المهم لابد التعريف يكون جامع مانع، فاهم؟
عشان يخرج ما ليس منه، ففيها قيود، القيود هذه تخرج ما ليس منه. اتفاق علماء الأمة، اتفاق مجتهد الأمة، هذا قيد يخرج غير المجتهد. من بقى غير المجتهد؟ المقلد ممتاز، ها، والعمي، العوام خرجوا، صحيح؟ عالم الفيزياء دخل، عالم التكنولوجيا دخل. لا، أنا أمرت ألا أخطئكم. عالم الفيزياء هذا عالم؟ لا يدخل. عالم الاتصالات عالم؟ لا، المقصود هنا علم إيش؟ شرع. طب عالم اللغة؟ لا يدخل أيضا. لا يدخل. العلماء مختلفون، هل عالم الأصول يدخل ولا ما يدخل؟ مفهوم؟ فلا بد أن يكون فقيها، والحق أن الفقيه العاري عن الأصول ليس بفقيه، هو مقلد. والأصولي الذي لم يطلع على الفروع الفقهية قالوا يطرح، لا، ليس بمجتهد. فإذا هذا قيد، اتفاق مجتهد الأمة قيد. أخرج من قلنا، أعيد أم المسألة ظهرت؟ نعم، اتفاق مجتهد الأمة على حكم من الأحكام الشرعية، يبقى خرج السلوكية الوجدانية العقلية، صحيح؟ نعم، على حكم من الأحكام الشرعية قيد يخرج غيره. في عصر من العصور ولا يشترط انقراض العصر، لأن بعض الأصوليين اشترطوا انقراض العصر، اتركوها هذه عشان ما نجدد عليكم. في عصر من العصور وقف عندها كأجمع، نعم، لو علماء الأمة الآن اجتمعوا على مسألة ما من العلماء المعتبرين العلماء المجتهدين، اجمع، وإن كان اجمع طبعا عند أحمد ضيق جدا وعند الشافعي ضيق جدا، وهناك من نسب لأحمد أنه ينكر الإجماع، كذاب الثقفي، أحمد لا ينكر الإجماع. وما نقل عن أحمد قال إيش؟ وما يدريك لعل الناس قد اختلف. قل لا أعلم نزاعا لكن لا تدعي إجماعا. هذا حدا بكثير من المتأخرين في الأصول يقولون لا إجماع إلا إجماع الصحابة، وهذا خطأ أيضا، وهذا خطأ أيضا. الإجماع أصل من أصول الدين، هو مدرك، استغفر الله، لا أقصد أصول الدين، أقصد أصول الأحكام، عشان ما أحد يحسن في العقيدة، لأنه بعضهم جعلوه كذلك، لأنه قال الجوين وغيره يرى من خالف الإجماع يكفر، وهذا فيه نظر كبير أيضا وضوابط. لسنا بصدد الكلام على هذه المسألة، نحن بصدد إثبات الأصل الثالث عند الإمام وهو الإجماع، وإن قل وإن قل، نعم، نعم، ممكن حصول، ده هو أيسر ما يكون الآن. بس عشان كيف أنت من وين؟ شرقية. وين الشرقية هذه؟ مصر. ويا في كندا بالله عليك، وأنا بكلمك من كندا وأنت ما بس مع بعضين، يعني وين الشرقية بالضبط؟ في مركز إيه؟ ممتاز، تستطيع تكلم أهلك الآن؟ نعم. كيف؟ بالكوب؟ بالكوب والحبل؟ ها؟ بالجوال. على أي طريق؟ مش عندك نت وعندك، صحيح؟ أو بالهاتف والمتابعة. هنا علماء الأمة يستطيعون الوصول، يصل بعضهم إلى بعض ولا لا؟ الآن كلمة على النت، حكم الزواج من بنت الزنا، يقول العالم الفلاني كذا، وتكتب، تنتشر ولا ما تنتشر؟ وعندك العلماء الذين يطلعون عليها إما أن ينكروا إما أن يجمعوا، فالإجماع أيسر ما يكون الآن. والإشكال، كل الإشكال، إشكال كل الإشكال، أنهم دخل فيهم ما ليس منهم. لا، اللي هم علماء الكيبورد أصحاب جوجل، طرع هو البتاع وعمال يكتب قواعد ويكتب ويفتوى، وانت تحسب انه عائل ولا لا يفقه شيء. المسألة كلها انه بيدخل يسرق قواعد ويضبطها ويخرجها على النوع ايه؟ قل له ان كنت عالما سمعنا ما عندك، ارنا ما عندك. فهو الان الصغار يردون على العلماء الان ويخرجون الفتاوى، حصل ولا ما حصل؟ يحدث ولا ما يحدث؟ والتجرؤ على الكبار موجود ولا غير موجود؟
بسبب هذه الأمور. فده تشويش على الإجماع، لكن الإجماع يصح إذا قلنا العالم الفلاني مجتهد، العالم الفلاني مجتهد، العالم الفلاني مجتهد، وأجمعوا على مسألة انتهى. الآن يبشرون الذهب على الطعام، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ أنا مثلكم ذهلت، أنا كنت أسأل عن أشياء، كنت بحسب سندباد بيطير على السجاد، يسألون عن سجاد حرير، وما كنتش متصور إن في سجاد حرير أصلا، أنا ما أعرف إيش الحرير إيش بيفعلوا فيه، لكن بيسألني عن سجاد حرير، سجاد طب ملاقي سرير حرير ماشي فاهم يعني، قميص حرير، لكن سجاد حرير أسأل عنه؟ نعم. الآن أنا سألت عن بشر الطعام بالذهب، يعني مسألة مستجدة الآن، مع أنها أصلا ما في شيء مستجد لو تجد صورته في المتقدمين. شوفوا قاعدة احفظوها، علم المتقدمين بالمقارنة مع علم المتأخرين كالشمس ولمبة الجاز، تعرفون الفرق؟ لا هذا هو فقط ده، هذه المقارنة. فكل شيء مستجد نراه مستجدا تجد صورته في السابقين. لما خذ القاعدة، الله لا يظن بعلم على خيار البشر الذين قد اختارهم لصحبة سيد البشر ويأتيكم أنتم به، لا يمكن بحمل الأحوال، صحيح. ولذلك قلنا هي المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، ليست على المساواة، لكن هو إثبات أن الخيرية موجودة في الأمة لا تنقطع، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خزرهم، مفهوم؟ إذا الإجماع أيضا ينعقد في هذه العصور، لكن عندما تجتمع كلمة مجتهد الأمة على حكم. فلو قلنا بشر الذهب على الطعام يجوز أم لا يجوز؟ نجد أن الأمة هنا إذا اجتمعت نقول أجمع العلماء على كذا. المجامع الفقهية هنا الآن لما تتفق على مسألة هي ليس إجماعا، لكن هذه سبيل إلى أن يكون هناك إجماع، مفهوم؟ صوفي عقل يفعلها، يعني عقل يفعل إيه؟ يا حم الشيخ انت ما مش سمعت انا واحد قالك ده مولود في بقه ومعلقه دهب او حققوها الان موجود ياكلونها، انت تحسب ايش؟ حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في ماء في انيه الفضه فكانما يجرجل في بطنه نار، ده بيشرب فقط مش بياكل الفضه، ده بياكلها جزا الله خيرا، اخذ المساله مطبقه يعني، المساله استوعبها انتهى الموضوع، مفهوم؟ هذه المسائل المستجدة كثير، مسائل المعاملات المعاصرة لو طرحتها عليكم كثيرة كثيرة، وهي كلها إعمال الذهن، تجد أنها لها صور في المتقدمين. السنة استوعبت، لذلك سنتكلم عن هذا الباب القاعدة هذه الآن، السنة استوعبت كل شيء، لا أحد يقول ما في السنة من شيء، السنة استوعبت كل شيء. أبو موسى الأشعري ماذا قال؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وما ترك طائرا يقلب بجناحيه إلا وأخبرنا عنه الخبر. سيأتيك بقى الآن انفتاح في كل السنة، وأنا سأقول لكم ائتوني بما عندكم وأأتيكم بدليل من السنة بإذن الله. فإن جهلت أقول لكم جهلت، انتظروني سأبحث وأأتيكم به، وأنا على ذلك بإذن الله غير حانث، وإن أقسمت على ذلك أقسم بالله ما في السنة ما تركت شيئا بحال من الأحوال بفضل الله للفعل. لذلك اللصوق بالسنة نجاة في كل شيء، ورقي في كل شيء، ورفعة في كل شيء، ومطلق قيادة وسيادة وريادة. وهذا الذي حدث. عمر ماذا قال؟ قال ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق فاتبعته. تذكر قال له الزم غرزة، لن يغزله الله، هو رسول الله ولن يغزله الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإجماع إجماع مجتهد الأمة حكم من الأحكام، لكن بقيد أخير بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا شطار هذا القيد؟ لا مش همهمة الفصل ما تنفعش، تجاذب أطراف الحديث نعم ينفع، لكن همهمة الفصل عشان يبقى تشويش ما أريد. أنا شايفكم من ورا النضارة مش سوداء هي فقط، صدقوني. السؤال مرة ثانية، قلت القيد الأخير في التعريف
بعد وفاة النبي، هذا قيد صحيح. قلت لما لا تقف؟ ممتاز. وإيش إجماع نحتاج له؟ هو الوحي معنا، مفهوم؟ ولأن القاعدة هنا كما سنبين إجمالا لا إجماع إلا بنص. لا تحسبن الإجماع سيكون خلوا من غير نص أبدا. إن رأيت مسألة نقل فيها علماؤنا الإجماع اعلم أن لها نصا، علمته أو جهلته، كما قال ابن تيمية في الفتاوى، قال ولا تجمع الأمة إلا على نص من النصوص. ولذلك لما نجد مسألة فيها حديث وجاء الإجماع، حاجة من اثنين، يا الحديث ضعيف، مفهوم، يا الإجماع لم تكتمل شروطه، يا الحديث صحيح. والإجماع، شوف الاحتمال الثاني، اكتملت شروطه، مفهوم، لكنه مرتكز على النص ناسخ للنص السابق. فالإجماع لا ينسخ، لكن المرتكز عليه هو الذي ينسخ. أنا لما أعمل كده يبقى عايز حد يصحين، يعني أريد فهمتم أم لا كده معناه؟ لا شوف لا كده ممتاز. قلت إذا وجدت إجماعا في مسألة، ماشي، مثلا أضرب مثلا، لست مرجحا لكن بضرب لأوضح، نجاسة الدم. نجاسة الدم نقل فيها الإجماع أكثر من عالم، ومنهم الإمام أحمد وطبعا ابن حزم الظاهري، وأيضا الشافعية نقلوا الاتفاق. هناك من يقول الدم طاهر ليس بنجس، واستدلوا على حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر، كان مرابطين، تعرفون ما معنى الرباط، كان مرابطين، وكانت النوبة على عباد بن بشر فرموه فجرح، والجرح يصعب دما، ولم يتوقف عن القراءة والصلاة، وأتم صلاته. فلما قال له عمار بن ياسر لما لم تؤخذني، قال كرهت أن أقطع ما أنا فيه. علم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. فهنا قالوا هذا دلالة أن الدم ليس بنجس، لو نجس كان خرج من أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من الصلاة. يصعب دما، اذهب فاغسل عنك النجس وصل، صح ولا لا؟ لم يقل له ذلك. فهم قالوا إذن الدم هنا طاهر، والآخرون قالوا الإجماع على أن الدم نجس. وقلنا هو تطبيق عملي، الإجماع لا يكون إجماعا إلا ليرتكز على دليل ممتازين. ما النص؟ النص حديث أسماء رضي الله عنها أرضاه، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، ماذا تفعل؟ لتصل، ودم الحيض طاهر ولا نجس؟ الحمد لله. والدليل لا تحكمن رأسك إلا بدليل، يسألونك قل هو والأذى يدخل تحته النجس والقذر، والأصل أنه النجس، لأن السلام قال لا حتيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء. فارتكزوا قالوا إذا الإجماع على أن الدم. هنا اعترى الخلاف بين العلماء هنا، احنا ما ندخل خلاف، انا بضرب مثلا لتعلموا ما اقول في التقعيد. فقال العلماء الذين قالوا بطهارة الدم، قالوا الاجماع ناقص الشروط، لم تتكامل شروطه كما بينا. انا الفا قعدت هذه القاعدة، صحيح ولا لا؟ مش قلنا اذا وردنا حديثا ووردنا اجماعا لو اختلف يبقى قلنا في امران. الان الحديث ضعيف، اما احتمالات، او الاجماع ناقص، او الحديث صحيح والاجماع صحيح متكامل الشروط لكن يتجز ناسخ، فهمت؟ فهم قالوا لا الاجماع غير متكامل الشروط، والاخرون قالوا لا الاجماع متكامل الشروط، والحديث وان كان صحيحا لكن هذا فهمكم وليس نص كلام النبي، فهمتم؟ فصار المجادلة بينهم هو التوجيه، صارت المجادلة بينهم على التوجيه. لكن هو الإجماع موجود، وكما قلنا حجة أصيلة لابد من العمل بها إذا وجد خلاص فهمنا.
ما أدلة الإجماع؟ الدليل على أن الإجماع حجة ومدرك من مدارك الأحكام. نعم ممتاز، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع من بعد ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله. وجه الشاهد هو الآن، وجه الدلالة أنه لا يكون عقابا مثل هذا إلا على مخالفة الحق، فهو قد اجتمع على الحق. معي ولا غير معي؟ ومن ذلك قول الله للفعلاء كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن الخيرية أنهم يجتمعون على الحق، ومن الخيرية أنهم يجتمعون على الحق. الحق أنه لا يشترط انقراض العصر، لا يقال بأن الإجماع لابد العصر هذا كله يمر، القرن الذي فيه هؤلاء العمل كلهم يموتوا ونقول إجماع العقد، لا، لأنه إذا انعقد لا مخالفة له بعد ذلك. فهمت؟ ومن السنة كثير، أصله حديث الدارمي وفي السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. طبعا هذا موقوف، هذا الأصح، نعم لم يصح مرفوعا. وأيضا جاء عن ابن مسعود وعن ابن عمر ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، ما رآه المسلمون، فهذه أيضا على دلالة الإجماع. وفيها ما رواه الحاكم مرفوعا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وجه الشاهد عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة وهي الاجتماع. وقلنا من أصول أحمد الإجماع ولكنه قليل، لأنه قال وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا. من اهتم بالإجماع من العلماء جمعا؟ ابن المنذر هذا رجل فحل من الفحول، وإجماعات ابن المنذر وابن عبد البر أيضا صنف كتابا منفردا إجماع ابن عبد البر، وأيضا ابن حزم قرره ابن تيمية راجع كتاب مطبوع، وأيضا كان ينقل في كتبه في ضمن كتبه في الثنايا النووي، وإجماعات النووي أغلبها على اتفاق الأصحاب، يعني في نظر كبير في إجماعات النووي، وابن قدامة في كتابه المغني. وأيضا إجماعات ابن قدامة ليست بالرصينة، يعني مفهوم؟ نعم. يعني لم يسبق يعني انتصر المذهبي؟ لا يقال انتصر المذهبي، هو ينقل الإجماع. نعم. الأحكام المجمع عليها من أحكام الدين قليلة جدا، قليلة جدا، قليلة جدا. نعم. والإجماع إما إجماع سكوتي أو إجماع إجماع منطوق. الإجماع والإجماع السكوتي تضعف الحجة به، هذا سيأتي المفروض تفصيله في الأصول. الإجماع السكوتي ما معنى الإجماع السكوتي؟ أن يتكلم عالم في مسألة ما بحكم ويسمع بعض العلماء به ولا يتكلم. لا ممكن الآن لا يتكلم أيضا، ما يتكلم. إحنا عن القاعدة عندنا هم يقولون ما دام قد سكت فقد أقر، من باب إذنها صماتها. أيوة وسكت، لا أعد سكوته إقرارا ولا موافقة، لأن القاعدة عند العلماء لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. لذلك الإجماع السكوتي ليس بحجة على الراجح الصحيح، هي مرجحات. نعم كثيرة دلوقتي وانت عارف ان العلماء واصل لهم، ان واصل له واصل له، فبكده ممكن تقول ممكن ما يكونش واصل له، بس دلوقتي اكيد واصل. فسكت لانه اتخرس،
احتمال وارد ولا مش وارد؟ وتشل ما بيعرفش يكتب، وارد ولا مش وارد؟ سكت لانه يعلم انه لو تكلم ستصير مفسدة عظيمة جدا لا تطاق فسكت. احتمال وارد غير وارد؟ سكت لانه جهل المسألة وما عنده فيها دليل. احتمال وارد غير وارد؟ سكت لانه موافق على القول وقد اتفق عليه. احتمال وارد غير وارد؟ انت عندك اربع احتمالات، ودائما نقول الدليل الذي تطرق اليه الاحتمال. ممتاز، ما فهمتم؟ نعم واياك. نعم هذه اسمها القرآن المحتفة. نعم طيب، اقول ايضا ختاما لان انا بتكلم معكم عن الاجمال في التقعيد، ختاما لمسائل الاجماع، فاقول اتفاق الائمة الاربعة ليس اجماعا، ولا يصح لأحد يقول ولا يجوز لفقيه أن يخالف الأئمة الأربعة. طب ما الأفضل نقول لا يجوز أن يخالف الأئمة الفقهاء السبعة. تعرفون الفقهاء السبعة ولا ما تعرفونهم؟ فقهاء المدينة السبعة. فالقول بأن اتفاق الأئمة الأربعة إجماع باطل، ليس إجماعا. لماذا؟ لأنه مجتهد الأمة ليسوا منحصرين في الأئمة الأربعة. ابن عيينة عالم ولا مش عالم؟ شيخ الشافعي ولا ليس شيخ الشافعي؟ الزهري عالم ولا مش عالم؟ أجيبوا. الثوري عالم ولا مش عالم؟ هؤلاء كلهم ليسوا الأئمة الأربعة. أهو الآن الليث، تعرف ما قال؟ مفخرة لأهل مصر بأسرهم. تعرف ما قال فيه الشافعي؟ ماذا قال؟ قال الليث أفقه مش أفضل. دعك الأفضل دي عند ربنا، ملكش المكانات عند الله، نتكلم على تطبيق العلم. الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه. هنا أنتم، أنا رسالة الدكتوراه في الفقه في الليث بن سعد بفضل الله للفي علاه. يا جزئين اخذت من كل من اول الباب الى اخر، من اول باب الطهاره الى العتق، جمعا لفقه الامام الليث، من باب ان هو لا يطرح هكذا. لذلك الشيخ الزحيري لما قدمها قال اسقط عن 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 عن, 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 عن الامه عامه وعن اهل مصر خاصه بما عليه من التبعه في فقه الليث. فاتيت في فقه الليث وقرنته بالائمه الاربعه، فهذا عالم مولان. فكيف يقال بأن اتفاق الأئمة الأربعة إجماع؟ خطأ مبين، خطأ مبين. لكن هل يقال يجوز مخالفتهم أو غير مخالفتهم لو الدليل خالفهم يجوز مخالفتهم؟ كيف؟ يقال اتفق الأئمة الأربعة، ما يقال يقال اتفق الأئمة الأربعة لأنها مذاهب متبعة، كتب الله لهم القبول، لكن ليس إجماعا. اتفاق أهل المدينة ليس إجماعا. مالك يعده ايش؟ اجماعا. مالك يعده اجماعا ليس اجماعا. مفهوم؟ لانك ارجع للتعريف الذي قررناه فهذا الذي يكون اجماعا ويؤخذ به. نعم. كيف يخالفهم؟ غاب عنهم الدليل. ناتيك بمساله. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 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 الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة بغير سفر ولا مرض. حملها مالك طبعا المطر، والشافعي نفس الأمر. لكن هنا الآن ابن عباس لما سألوه علامة لما ماذا قال؟ قال أراد ألا يحرج أمته. الأئمة الأربعة لم يقولوا به، ولذلك الإمام الترمذي في كتابه قال كأن النبي ينطق بين أيديكم. ولا وهذه الأحاديث كلها معمول بها إلا أربع أحاديث، إلا أربعة أحاديث. حديث جمع بين المغرب والعشاء وظهر العصر، مفهوم؟ عمل به من الفقهاء السبعة، من عمل به كيف لا يعمل به؟ فهمت؟ أو خالف ولا؟ هم الآن لا يقولون بهذا الحديث، لا يقولون بأن أنت تجمع في الحضر، فاهم؟ طيب ما انت قلت كيف يخالفهم، اهو بينت لك مثال اهو الان. بس قصدي يعني الحديث ازاي مش
بقى ازاي مش هعد عليهم؟ دي بقى خرص وتخمين من دماغك. نعم. فهمها لك ازاي باللغه العربيه؟ ده من عندك انت. خايفه مش هعد عليهم، دي جبتها منين؟ ممكن ما احد يتداخل في الكلام، في انضباط في مجلس العلم، ما اريد تجاوزه ارجوكم حتى المعلومه تصل صحيحه. ها لحظه، كن معنا حاضرا تهتم. ها تعرف يعني ايش الف الف حديث؟ السنه كلها ما فيهاش الف الف حديث، يعني ما هو مكرر يعني دون المكرر، اقوال الصحابه والاثار والمقطوع، فاهم؟ ولم يستوعب. تعرف كتاب الهيثمي؟ تعرفه ولا ما تعرفه؟ فيه الزوائد على ايش؟ على الكتب السته وعلى المسند. لم يستوعب. يا اخي عمر غاب عنه احاديث ولا ما غاب؟ ابو هريره، تعرفين ابو هريره؟ هذا خيار التابعين، استغفر الله، كل من سات هذا اعلم الصحابه او اكثر الصحابه ايش؟ روايه. غاب عنه ولا ما غاب عنه احاديث؟ سمعت؟ فهمت؟ كان ابو هريره يقول بان الصائم اذا احتلم وقام جنبا يمسك عليه القضاء وجوبا. غاب عنه عائشه التي قالت وام سلمه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا من جماع لا من احتلام، ويصوم ويغتسل ويصلي. من اعلم، الشافعي ولا ابو هريره؟ ها فهم الباب. لما انت تقول تعتقد تقول ان الائمه الاربعه لا يغيب عنهم حديث، انت بهذا مدعي. من الذي استوعب العلم؟ يا ابن العلم بحر لا ساحل له. انت ادعيت ادعاء الان، ايتي بي انا بينت لك اهو الان. يا اخي انا عارف انك لا تعارض، انا الان باركز لك عشان تفهم، عشان دي ده مدخول في كثير من الشباب، وهذه دلاله على جهلهم. لما تاتي تقول له انت الان في الحنابله تقولون بالخاصره، طب النبي صلى الله عليه وسلم اتفق اصحاب الصحيحين على ان النبي يضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر في ايش؟ في الصلاه. لما تقول الحديث يقول لك امامي اعلم بالحديث، لا تكلمني عنه، خطا هذا. إذا رده ما في أحد استوعب كل العلم قط. لذلك لا يصح أن تقول إن اتفاق الأئمة الأربعة إجماع وتقول لا يجوز مخالفته. فهمت؟ إياك ثم إياك. جزاك الله خير، أحسن الله ليك. نعم نعم، ممتاز، جزاك الله خير. خلاص ما احنا اثبتنا ان الصحابه غاب عنهم احاديث وهم اعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. احمد نفسه كان يقول سالوا العلماء، امال انت ايش؟ ده انت سيد العلماء، لكن لما يغيب عنه مساله او يجهل مساله يقول سالوا العلماء. ظاهر جدا في هذا الباب. فالكلام هذا كلام ده هذا اعتقاد مغلوط منقلب، لابد ان يصحح. تكتفي لو اخر سؤال انت، تفضل. خلاص جهلها، مع الآلة ما استطاعش يصل إليها، أحال على العلماء. أما أتاك تعرف ليش المغاربة كلهم مالكية؟ أما أتاك الرجل الذي ضرب أكباد الإبل وذهب لعالم المدينة يسأله، فسأله عن 30 مسألة أو 40 مسألة، فقال مالك غدا تأتيني. أتاه قال ما عندي فيها شيء، غدا تأتيني. أتاه قال ما عندي فيها شيء، غدا تأتيني. أتاه قال يا بني لا أعرف شيئا. قال ماذا تقول؟ قال أنا لا أعلم، هذه المسائل لا أعلم على شيء. فقال له أنا ضربت أكباد الإبل لعالم المدينة ليقول لا أعلم؟ قال نعم، ارجع قل لهم عالم المدينة يقول لا أعلم. شوف بقى، رفعه الله رفعة، أنه عندما لا يعلم يقول لا أعلم. ده مرحلة، مثلا أقول إن ده ثابت عند الإمام ولا أنا بخلف مذهب أو كده، ثابت عنده مرحلة عشان أنا ما أقدرش، أنا مش نعم مش قادر أخالف دلوقتي. قلت لك وأنا ما أقدرش أخالف، وإلا فأنت بتدرس على الأصول أهو الآن. إحنا بنتكلم على مسألة
المسألة التقعيدية، فهمت؟ أنا الآن ما أقول لك خالف، أقول لك تدرب وتعلم، لكن بعد ذلك عندما يمن الله عليك بالملكة الفقهية وتعرف الدليل، الدليل هو قائدك. أنا بتكلم على أنه قال ما في شيء اسمه أن الأئمة الأربعة جهلوا حديثا استوعبوا كل شيء، خطأ مبين هذا. فأنا أقول نعم، كن على عند 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 الضربة والممارسة، كن على مذهب ولا تخالف، ولا أقول لك خالف. أنت اكتسبت الآلة مجتهدا لتخالفه، هو هذا الآن تقعيد على ما قالوا بأن اتفاق الأئمة الأربعة إجماع. قلنا خطأ، يرد، ليس إجماعا، فهمت؟ هو الذي يقول لا يجوز مخالفة الأئمة الأربعة أنزله منزلة الإيش؟ الإجماع. هذه مسألة طرحت مش عشان أنت أصلا ترجع وتقول أنا ابن جلة وطلع الثنايا. لما تعيش عمرا وظهرا تطلب العلم وتتمرس، فاهم؟ ويفتح الله عليك في فهم الدليل، هنا شمسك تشرق ونقول تفضل، تفضل في المستحدثات أنت اجتهد فيها وافتي فيها، فهمت؟ أحسن الله عليك. طيب القاعدة الثانية، لأن ده إجمال، السنة استوعبت كل شيء، السنة استوعبت كل شيء، لم تترك شيئا قط إلا وقد أتت عليه. ولا أحد يقول بأن هذا الدين لا يفي بالنوازل أو المستحدثات، كذب والله، كذب والله، كذب والله. وقد قال الإمام الشافعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والسنة استوعبت كل شيء، حتى جاء اليهودي إلى سلمان الفارسي فقال له إن نبيكم هذا صلى الله عليه وسلم، إن نبيكم هذا لم يترك شيئا إلا وقد أظهره لكم أو بيانه لكم. فقال نعم حتى كذا، وذكر كلمة تدل على قضاء الحاجة، قوم حسد قضاء الحاجة، ما ترك شيئا، أداب النوم، أداب الجماع، أداب الطعام، أداب اللباس. السنة استوعبت كل شيء. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمشي في نعل واحدة، الشيطان يفعل ذلك، نهى عن أن يسير المرء في نعل واحدة أو لباس. قال تسرولوا واتزروا، فإن اليهود تتزر ولا تتسرول، أدق الأمور. قال إذا أراد الرجل أن يأتي أهله فليضع يده على رأسه، يقول بسم الله الحمد لله الله، قال الله أعلم فيما جبلت وما جبلت علي، اللهم إني أسألك خيرا وخير ما جبلت علي، وأعوذ بك من شر وشر ما، وعند الجماعة يقول بسم الله يكون حافظا له من وقايا من الشيطان. ما من شيء، حتى النوم على اليمين ووضع اليد على الخد مع الدعاء، فهذا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة استوعبت كل شيء. وأيضا قد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، قد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ولذلك كانت كلمات يسيرة تحوي أحكاما كثيرة. والمثل على ذلك ما هو؟ كلمات وليزة تحوي أحكاما كثيرة. من الخبير؟ الشغال سيد. المثل على ذلك ما هو؟ الدعاء. ممتاز، جزاك الله خير. أضرب يعني هو في مثل موجود، هل هذا؟ نريد أن تعمل هذه الصيغة وندخل في كتاب الطهارة عشان نعرف كيف سنفعل. جيت بجنة. أحسن الله لك. أضرب أنا مثلا سريعا. الشافعي، القصة فيها كلام. الشافعي عندما ذهب وبات عند الإمام أحمد، ابنته أخذت ما أخذ ثلاثة على الشافعي، قالت يا أبتي هذا الشافعي، انظر إلى الوفاء، وفاء التلميذ للشيخ. لأن البنت انبهرت بمن؟ بالشافعي. كيف انبهرت؟ ممتاز، بكثرة كلام أحمد. وأحمد هذا ليس بالهين في الأمة، أحمد إمام أهل السنة والجماعة، صحيح؟ فلما جاء الشافعي زائرا الشيخ لتلميذه وفاء أيضا، لأنه يعلم أنه إمام في 13 باب،
هذه المرة الثانية. المرة الثالثة سأجعلك تشرح هذه المسألة كاملة غير منقوصة. ما اسمك؟ ها؟ محمد؟ تعرف أنا في هذه الحالات ماذا بفعل؟ إياكم وإياه. لازم الماء يكون معي فأصب عليك الماء صبا يكون مطرا غيثا مغيثا إن شاء الله مغيثا. إذن لا نوم. قالت أخذت ثلاث، أكل كثيرا، نام كثيرا، صلى الفجر بغير وضوء. يعني خذ ماء الأولى ماشي، الثانية، لكن هذه الثالثة تأخذ. يعني أنت أصلا أسقطت نفسك أمام أحمد لما قلت هذا، شفع أسهل غير وضوء. المصيبة هذه مش ممكن تكون مأخذ، لكن هي أخذتها مأخذا. فأحمد يعلم أن الجواب عند الشافعي، لكن أراد أن يتعلم، لأنه شوف كلام البنت لم يشكك أحمد في شيخ، لأنه يعلم من الشافعي. شوف الله أعلم، شوف العلم هذا وإتقانه لؤلؤة ثمينة. والله من صفاته حكيم، يضع الشيء فيه، لا يمكن أن يؤتي اللؤلؤة الثمينة من ليس مستحقا له. الوعاء الغير قابل لا يحمل. ما حد يشوش عليه يقول لي ما علماء السوء واليهود، لا لا لا، لا تجده عالما، تجده ثرثارا فصيحا بليغا، لكن لا تجده عالما. اللؤلؤة الثمينة الله تعالى يضعها في موضعها، لأن الله إيش؟ حكيم. فقال أحمد ويعلم من الشافعي، قال ابنتي قالت كذا وكذا وكيت وكيت. فنظر إلي الإمام الشافعي مبتسم، قال أما الطعام فقد قدمت لي الطعام وأعلم أنه حلال مبارك، فأكثرت من الحلال المبارك. لأنه أحمد هذا من أعف الناس، وهذا شوف الفقه كيف يفعل. قال وأما قيام الليل قد شغلني بعد العشاء حديث، وهذا الشاهد الذي نتكلم فيه، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما المآخذ التي أخذتها بنت أحمد على الشافعي؟ جزاكم الله خير. فالمأخذ من المآخذ الثلاثة أنها قالت نام من الفجر إلى العشاء، فقال أما من العشاء تذكرت حديثا وهو يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. فلما قال ذلك يا أبا عمير ما فعل النغير فكرت فيه فاستخرجت واستنبطت كذا وكذا من المسائل. لو جمعت الجميع أنا وسألتهم ماذا يأتيكم من الفقه من هذا الباب لن تجمعوا ثلاث فوائد، ثلاث فوائد لن تجتمع عندكم. وهو استخرج منها كم غفير من المسائل. هذا تفسير لقولنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي كلمات يسيرة لها أحكام، وهذه تدل على أن السنة قد استوعبت كل شيء. لذلك قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الناس لا يعلمهن كثير من الناس. التي نختم بها في التأصيلات ونكمل القواعد بعد ذلك، جزاكم الله خير، نجمل القواعد بعد ذلك لندخل في أبواب الفقه. السنة استوعبت وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع، وما معنى أوتي جوامع الكلم؟ ممتاز، هذا مهم جدا. ندخل في كتاب الطهارة، أخي اقرأ. نعم. لن أرضى بنوم بقى. لابد الإخوة تفهم أن التقعيد هذا بنا. في حد مهندس هنا؟ مهندس؟ البناية إذا كانت على الهواء ماذا يحدث فيها؟ يبقى الأصل أنك لابد أن تبني السملة. السملة هذه كلما كانت قوية كلما كان البناء مشيدا، وكلما كانت ضعيفة كلما انهار البناء سريعا. استوعبوا تقعيدات هذه مهمة جدا. لذلك قلت أيضا الفقه يرتكز على إتقان الأصول. والرؤية جمالها في استغراق النوم. وأنا ما أريد أحد يرى رؤية في مجالس العلم. رجاء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده المرسلين وخير عباده المرسلين محمد الأمين
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا أوان الشروع في قراءة شرح متن العمدة للحافظ المقدسي رحمه الله على فضيلة شيخنا محمد بن حسن بن عبد الغفار حفظه الله ونفعنا الله بعلمه وبفقهه، آمين. قال المصنف رحمه الله: متن العمدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائم لله بحقه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه، فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إلي. أقرأ شرح. طبعا هنا لو وقفنا تفصيلا على ما قال المصنف رحمه الله تعالى لن ننتهي، لكن هي إجمالا واحتراما لتقدمة الكتاب، وأيضا إجلالا لهذا العالم الجليل الفذ، فنشير إشارات مهمة للمقدمة، وكل مقدمة تنبئ بما في قلب المصنف. فهو ابتدأ بالبسملة والحمدلة، وهذه من روائع البيان، كما قال علماؤنا علماء البيان، هذه من روائع البيان أن يبدأ بالبسملة والحمدلة، لأنها اقتداء بكتاب الله جل في علاه، والبراعة في ذلك ابتداء بكتاب الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: الحمد لله رب العالمين. وأيضا البسملة، البسملة قد ابتدأ كل سورة بالبسملة، ولذلك قول قول الراجح الصحيح قالوا بأن البسملة آية من القرآن، لكن مستقلة يعرف بها الفصل بين السور، وهذا ما قاله ابن عباس: كنا نعلم انقاء السورة أو ابتداء السورة بالبسملة. فالبسملة والحمدلة اقتداء بالكتاب لأنها من روائع البيان، واقتداء أيضا بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أجزم، فهو أبتر، والأحاديث أسانيدها ضعيفة، وإن كان الإمام النووي قد حسنه، وهو بالمجموع يحسن، بالمجموع يصل إلى درجة الاحتجاج. فكانت هذه من روائع البيان. ثم ثنى بعد ذلك بالشهادتين، ولأن نجاة المرء وعز المرء في توحيده: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولأن كمال الإيمان بكمال التوحيد، وكمال الأمن والهداية بكمال التوحيد، ولا يدخل المرء الإسلام إلا بالشهادتين. وأيضا ثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولو في العمر مرة، لقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم فيها تفريج الكروبات، وفيها استجابة الدعوات، مرهون الدعاء،
بالثناء اعتذر بالثناء على الله جل في علاه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من أفضل الطاعات أو من أقرب القربات. ثم قال الداعي للتصنيف، وهذه مهمة جدا لإخواننا طلبة العلم، عشان ما أحد يقول أنه سيخرج عن المذهب أو أنه عنده اجتهاد. شوف هو لما صنف، لأن احنا عندنا أبو فلان الأثري كالمطر كالمطر، لما صنف؟ ذكر السبب بأن إخوانه طلبوا منه ذلك، لم يبتدئ هو في التصنيف. ولذلك لما قيل للإمام أحمد صنف كتب لهم إيش؟ المسند. ما زاد يعني قال رسول الله، هذا الذي فعله الإمام أحمد لما ألح عليه في التصنيف قال نعم، فصنف لهم المسند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو قال فضمنتها أحاديث صحاح، وقال أدبا تبركا واعتمادا، لا تبركا لو قال تبركا فقط لعيب عليه، لا هو يقول اعتمادا عليها في مسائل الفقه، وكأنه يشير إلى أن الفقه حقا لابد أن يكون مقدمه الدليل. وهذا فعل المتقدمين، هذا فعل المتقدمين، يصدر الباب في المسألة الفقهية بقال الله قال الرسول، كما تجد في مختصر المزني أول ما ابتدأ ليتكلم عن المياه قال قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يصدر الباب بالدليل ويثني بعد ذلك لتفقه حسب الدليل، مفهوم؟ وفعل ذلك وبين أنه استعان بربه، وهذه براءة من الحول والقوة، هذه مادة الإخلاص، البراءة من الحول والقوة، لأن الله قال وما بكم من نعمة فمن الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا، قال فمن وجد خيرا فليحمد، التوفيق والتزيد من الله جل في علاه. فهو قال طلب العون من الله، البراءة من الحول والقوة، وهذا إخوتي الكرام أصل التعبد باسم من أسماء الله. ما هو؟ أكرمك الله، صمد، جزاك الله خير، تصمد دائم في الحوائج، ها؟ اللطيف، المعين، لا ويدا انت، أنا أخش بقى كله هجيب 99 اسم الآن، الأول، سبحانه وتعالى في علاه، أولية كل شيء بالله، صلاتك ليست بك بل بالله، جلوسك في مجلس العلم وتوفيقك له ليس بك أصلا بالله، هو الذي ابتدأ كل خير لك سبحانه جل في علاه. وأعظم الناس إتقانا في القرب إذا تعبد باسمين عظيمين الأول والآخر، فالأول يهذب لك مسألة البراءة من الحول والقوة، والآخر يجعلك تخلص لأنك تعلم أن آخر الأمور إليه وآخر الأمر يؤول إليه، وستقف بين يديه فيسألك فينضبط لك قطع العجب وقطع الرياء، الأول والآخر ينضبط لك قطع العجب وقطع الرياء. فلذلك تبرأ هو من الحول والقوة، هذا إجمالا في الإشارة إلى أهم ما ضمنه أو ضمنته هذه المقدمة. ثم قال تفضل، لما أفعل ذلك؟ عشان الإنسان يتعلمون الرسم يكون متقن في النحت، صح؟ لا خطأ، لأن العلم تصور، العلم تصور، فكلما شوف أنت لو أخذت هذه بعد ما أشرح لك هذه الجزئية التي تتكلم عنها المصنف وحفظت التصور هذا لن تنسى المسألة قط، العلم تصور، وعندك أصلا الأصول التربوية الصحيحة في هذا التصور، يتقن جدا الإنسان حتى في حفظ الأسانيد، شجرة الإسناد لو رسمتها تستطيع أن تتصورها حتى لو نسيت في الذهن تراجعها مرة أخرى. تفضل. ثم قال رحمه الله كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، الكتاب بمعنى مكتوب مضمون ضم، كأنه قال ضممت لك مسائل الطهارة بعضها إلى بعض،
والطهارة لغة هي النظافة. طهارة لغة هي النظافة. وديننا دين النظافة في كل شيء، في كل شيء. ديننا دين النظافة في كل شيء. هناك أثر أن الله نظيف. وصححه بعض العلماء. فالطهارة النظافة. والطهارة في الاصطلاح هي رفع حدث أو من المتكلم؟ إيش قلت؟ إزالة النجس تقصد يعني؟ نعم، رفع حدث وإزالة نجس. نجس، تفضل شيخ. إذن هنا قلنا هذا المخطط للتصور. حتى في النوم احفظ الصورة ونام عشان تسرح في المخطط هذا وتكون قد أتقنت. طيب، فالتصور هنا الطهارة هي طهارة من حدث وطهارة من نجس. الطهارة من الحدث، الحدث هو وصف يتلبس به المكلف يمنعه من الصلاة. حدث وصف، يبقى إذن هذا ليس له إيه؟ جرم، ليس له عين، أمر معناه وهو الآن مفهوم. وصف يتلبس به المكلف فيمنعه من الصلاة، وهو الأحداث كنواقض الوضوء، فساء أو ضراط. وهذا ليس من عندي، رحمكم الله. قال النبي في حديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال: وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. يبقى الحدث وصف يتلبس به المكلف يمنعه من، فلابد أن يرفع الحدث ليصلي. الدليل يا شطار قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن الأحداث الجنابة، من الأحداث الجنابة، صحيح ولا لا؟ وأيضا الحيض، لكن الحيض أيضا نجس لأن له جرم، مفهوم؟ إذا من الأحداث أيضا الجنابة، ولا تصح الصلاة إلا برفع الجنابة. والدلالة على ذلك لو سألت الطلبة فسيجيبون لأنهم شطار جميعا، فسيقولون: قد قال الله جل في علاه: وإن كنتم جنبا فاطهروا. عرفنا المسألة بدليلها، ممتاز. يبقى إذن الطهارة طهارة حدث، وطهارة نجس يعني إزالة النجس. إزالة النجس فالصلاة متوقفة على ذلك، والنجس جرم، جرم عين نجسة. فرق بين النجس والمتنجس. فالنجاسة جرم عين، عين نجسة، لابد من إزالتها وجوبا، لابد من إزالتها وجوبا، إما على ثوب أو على بدن أو على موضع. ولأن الصلاة لابد لها من شروط تتوفر لصحتها: طهارة بدن وطهارة ثوب وطهارة موضع مكان. طهارة الثوب قال الله جل في علاه: وثيابك فطهر. وفي حديث السنن الأنصارية أتت بطفل صغير فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فطلب ماء فأتبعه الماء. طهر الثوب ولا ما طهر؟ طهر. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته أسماء، وهذا في الصحيحين، جاءت أسماء بنت أبي بكر فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدانا أو ثوب أحدنا، إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، ماذا تفعل؟ أو ثوب الحيض نجس، لقوله: يسألونك عن المحيض قل هو أذى
فاعتزلوا النساء في المحيض. انت ماشي؟ انت خلاص راحل؟ يعني اتينا بك طيب سريعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. والمعنى اطردي عنه هذا العين، ازيل العين بايش؟ بالحت والقرص ونضح الماء. ونضح الماء يعني ايه حت؟ اهو اخويا انت ما تعرف بيغسلوا ايه؟ هكذا سيب الغسالات اللي انت هكذا هذا حطيها وحيك وقرصيه. ممكن حطيه بضلع يعني خشبه كانوا يزيلون العين عنها بهذا، وبعدين تقرصه وتنضح عليه الماء. تصورت؟ احب انا التصور جدا لان العلم اتقان لا يكون الا بالتصور، لكن انت لو تصورت ذلك فستكون مساعدا جيدا جدا وتشكر على ذلك. الغرض المقصود بانه قال: حطي ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء. هذه طهارة الثوب، طهارة البدن. انا ساتبرع. طهارة البدن لما 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 طهارة البدن؟ هو حديث البدن ظاهر جدا، وهو بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تسأله عن 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 الحيض فقال لها: إذا انقطع الدم فتطهري. قالت: وكيف أتطهر؟ قال: سبحان الله، تطهري. فقال: خذي فرصة ممسكة. فرصة يعني إيه؟ قطنة فيها مسك ممسكة، فتتبعي فتطهري بها. قالت: وكيف أتطهر بها؟ وقف هنا النبي خلاص فتعجب وسكت. فقالت عائشة: فجبستها فجذبتها. قلب المكان يصح في اللغة. فجذبتها فقلت لها: تتبعي أثر الدم من البدن، تتبعي أثر الدم من البدن، يعني مفهوم؟ فهي طهارة البدن. طيب إذا طهارة البدن وطهارت وزالت نرس، فقلنا فيها طهارة الثوب والبدن والموضع. الموضع حديث الأعرابي، حديث الأعرابي هذه إزالة نجس أو لا. حديث الأعرابي دخل فبال ناحية المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء. مفهوم؟ هذه أصل كلام المصنف كتاب الطهارة. نعم. قال ثم قال: باب أحكام المياه. سيتكلم هنا على أحكام المياه. ثم قال: باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات ولا تحصل الطهارة الأولى. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. جزاكم الله خير. قف هنا. قال: أحكام المياه، يعني سأنبئ لك بأحكام المياه التي تزيل بها النجس وترفع بها الحدث. ثم قال: خلق الماء طهورا، يعني خلق الله الماء طهور. كأن المصنف يقول وأن الماء الذي يزيل النجس ويرفع الحدث هو الماء الطهور، هو الماء الطهور. والسؤال المطروح: ما الماء الطهور؟ لأنك لابد أن تتصور الذي سيرفع الحدث لتصح صلاتك والذي سيزيل النجس لتصح صلاتك أيضا هو الماء الطهور. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو؟ ما سألتك عن الماء. قلت السؤال الذي يطرح نفسه هنا عندما قلت بأن الذي يزيل النجس ويرفع الحدث لتصح صلاتك هو الماء الطهور، إذن وجوبا لابد من طرح سؤال هنا، ما هو؟ ما الماء الطهور؟ ممتاز، خش. بشرط الماء الطهور. الطهور هو الطاهر في نفسه كما عرفه المصنف، المطهر لغير. قلنا دائما دقق في تعريف العلماء، إذا قال لك الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، إذا قلت ستجد ماء يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، فهذا له حكم هل يوافق أم يخالف، لسنا بصدده. لكن أنت تتقن الآن بالتدقيق في تعريف العلماء، لأنهم ما أتوا بهذه التعريفات هكذا، لا، هؤلاء تبحروا في العلم وجثوا على ركبهم يسمعون الأحاديث والكتاب ويدققون في كل المسائل، لا سيما المصنف رحمه الله تعالى كان بحرا زاخرا، لم يدخل الشام
بعد الأوزاعي فقيه مثله. مفهوم؟ المصنف رحمه الله تعالى. فالحاصل قال الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر غير، والطهور هو الماء المطلق العاري عن الإضافة، يبقى مطلق لم يضف. طب وإيش المضاف؟ ماء ورد، ماء عسل، ماء مسك، فهذا مضاف. فإذا الطهور يساوي، عشان تتصور، الطهور يساوي المطلق، المطلق يساوي العاري عن الإضافة، ولأن الإضافة إضافات. نعم، الطهور الماء المطلق، الماء العاري عن الإضافة، الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا الماء الطهور. ثم استدل المصنف، أنا بقرأ أهو الآن، الطهور هو المطلق العاري عن الإضافة، الطاهر في نفسه المطهر لغيره. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، نص في الكتاب، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فقلنا وهل الطهور هو الذي يزيل النجس ويرفع الحدث؟ قالوا نعم. قلنا وما الدليل؟ قالوا الكتاب. قلنا وما الكتاب؟ قال وينزل عليكم من السماء ماء إيش ليطهركم. إذن الطهور هو الذي يطهركم، يزيل النجس ويرفع الحدث، يزيل النجس ويرفع الحدث، هذا الماء الطهور. وهو أنواع، لأنه لما استدل الشارح بالكتاب وبالسنة استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وطهرني بالماء والثلج والبرد. فلما قال المصنف الماء الطهور فنظرنا إلى أنواع المياه الطهور، فوجدناه ماء سماء وهو أصله ماء السماء وهو أصله، لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء، ماء سماء ماء بحر، وماء البحر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عندما قالوا يا رسول، جاء رجال فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ومعنا الماء، فمعنا الماء نريد من الماء إيش؟ لا الطهارة. قال فإذا تطهرنا، إذا توضعنا به عطشنا، والماء الضرورة للشرب، أفنتوضأ، يعني ندع ذلك ونتوضأ من البحر، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النص هنا الآن، أنت عندك أحكام المياه صدر بها الطهور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء إن هو الطهور ماؤه الحل، وهذا جواب الحكيم، لسنا بصدده الآن لكننا نريد النص، قال هو الطهور ماؤه فهو طهور. وأنا أراجع نفسي، سأل الأستاذ فقال الطهور وما معنى الطهور؟ فأجاب الطلبة طاهر في نفسه المطهر ممتزين الحمد لله على النعم. إذا قال الماء هو الطهور ماء الحل ميتاته، وماء النهر أيضا، وماء النهر ينزل تحت ماء البحر، لا فرق بينهم إلا العذوبة وإيش أو الملوحة دي سيخ، يعني هو الكلام في هذا اللغة، الغرض المقصود بأنه ماء النهر ينزل تحت ماء البحر، ماء البئري وهذا أصله حديث بئر بضاعة قالوا يلقى فيه النتن والكلاب أجلكم الله، فهل نتوضأ به؟ فقال كل دليل يأتيك ينص على ما قال المصنف، قال إن الماء طهور لا ينجسه، وماء البئر ينزل تحت ماء البحر، ماء العين جيد. وأيضا عندنا نص مستقل في ماء العين، لكن هو ما قال فيه الطهور، لكن هو ينزل تحته، شيء في وين النص المستقل؟ وفجرنا الأرض
عيونه، مفهوم؟ نعم. فالتقى الماء، فالتقى الماء، إذن هو ماء، هو ماء، أصله ماء طهور. ماء الثلجي، ماء الثلجي ماء البرد، وهو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واغسلني الماء والثلج، شطار شطار. فإذا هذا أصل الكلام على أصل المياه في هذا الباب، وهذا هو المخطط التصويري للباب. من زرعه في رأسه لا ينساه أبدا، وتصور المسألة ولا تفوته، تصور المسألة ولا تفوته. ماشي؟ نعم. الثلج والبرد كلاهما يطهران، والثلج لا يطهر إلا إذا تقاطر على الصحيح في هذا الباب، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله. إذا تقاطر يصح الوضوء به، وإلا فالمسح به دون التقاطر لا يصح. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلني دل ذلك على مسألة تقاطر. نعم. نفس الأمر، كان يأكله الأعمش ويقول لا يفطر، هذا طبعا شذوذ مما تبناه الإمام الأعمش. من؟ أنا لا أعرف الصحابي الذي فعل ذلك. عامة هي منقول عن سليمان بن مهران الأعمش. ثم قال ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. ولا تحدث الطهارة بماء غيره، هنا الآن أخرج كل ما يصلح ما لا يصلح. ولا تحدث الطهارة، وإذا قال لا تحدث الطهارة نفهم منها ما نفهم منها. يبقى إذا قال لا تحدث الطهارة يبقى كأنه أراد التصور هو الآن، وهذا يبقى العام على عمومه، كأنه قال أي مائع لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، هذا لا تفهم منه العموم. قال لا تحدث الطهارة يبقى المعنى لا يرفع حدثا ولا، قال بماء غيره، والمقصود بالماء غيره ماء النبيذ، ماء التمر، صحيح، والشرب وغير هذا، يعني أي ماء غير الماء لا يصح أن يتطهر به المرء بيرفع حدث أو يزيل نجس. والدلالة على ذلك دلالات، منها أصالة قول الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء، هنا انتبه، أولا قال لك بأن طهارة الحدث وإزالة النجس مرهونة ب ممتاز بالماء. طب كأن سائلا يسأل ويقول ربنا شرعت لنا شرعا قويما، عدمنا الماء ماذا نفعل؟ أين؟ يا سلام، أنا ما أريد في الجابس معه، أنا أشرح فقط. فماذا نفعل؟ نريد طهارة حدث أو إزالة نجس، فإذا إن عدمنا الأصل سنجد في الشرع ممتاز يا حبيبي. ايه ده، ايه الجمال ده، لا لا ده كده خلاص انا هنتشي مما ارى. نعم، لابد من بدل، وهذه فقه الفقهاء يقولون الشرع بالذات اذا اغلق بابا فتح ابوابا، هذا فقه. لذلك لما يسالك احد ما تقول؟ حرام 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 حرام، ماذا سيفعل؟ اعطيني بديل والا ساضرب راسك في الحرام. يعني لابد أن أجد شيئا، صحيح ولا لا؟ وهذا فقه الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا ردوه، سكت، ما سكت، أعطى مخرجا، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيمة. تعرفون ما يحدث معي الآن؟ سأنهار، لأني بتكلم عن شيء محدش عارفه خالص منكم، أنا حسبت أنكم اطلعتوا علي، وهذا خطأ مني. بلال أتى للنبي بتمر، تمر جميل جنيب، وهو يأكله قال له يا بلال أكل تمر خيبر هكذا جميل يعني؟ قال لا والله يا رسول الله، نحن نبدل الصاع من الجنيب بالجمع بالصاعين، يبقى صاع تمر به صاعين، هذه مادة ربا. فالسلام تعجب قال صاع بصاعين؟ قال أو تأوى عين الربا ردوه، يبقى البيع باطل. لكن لما قال ردوه ما سكت، عطى البدل، قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. عشان تفهموا، عشان ما تعيبش نفسي، المرأة بتروح تدي الغويشة المكسورة وتاخد غويشة سليمة وتدفع الفرق،
مش ده موجود يا حبيبي ولا موجود؟ هذه هي بيع الجمع بطرام وشرب بطرام جديد، فهذه ربا، فعشان ما تقعش في الربا تبيع وتاخذ المال وتشتري بالمال الجديد. انا المقصد منه ان الشرع اذا اغلق بابا لابد ان ياتيك بابواب البدل. فمنع الاصل، قال فان لم تجدوا ماء اتى بالبدل. ما البدل؟ ماء النبيذ، خطا. ماء التمر، غلط. لا، ليس كذلك. قال فان لم تجدوا ماء فتيمموا فاحالك على ايش؟ على التراب. والاحاله على التراب مع الاعواز دلاله على المنع من غيره. والاحاله على التراب مع الاعواز والوجود دلاله على المنع من غيره. وهذه تدلك على خطأ الأحناف فيما قالوا. الغرض المقصود بأنه في النص دلالة، بل دلالات فقهية على ما قال المصنف، أنه لا يصح أو لا تصح الطهارة ببائع غيره. فإن لم تجدوا ماء، الماء الأصل، عدمنا الأصل، لابد من الشرع أن يأتينا بالبدل. بحثنا عن البدل فوردناه منصوصا، قال فتيمموا صعيدا طيبا. لا، بالنسبة لزوال النجس، زوال النجس جاءت الأدلة في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بأحجار ثلاثة. قال فأتيت بحجرين وروسة، فألقى الروسة وقال إنها ركس، واستخدم الحجر، كان الحجر في إزالة النجس والتراب في رفع الحدث. قال طهور إناء أحدكم، قال فعرضه للشمس، صح؟ خطأ. ما قال ذلك، ماذا قال؟ قال فاغسله. والرجل بال الأيسر عليهم يأتون بدلو الماء ويصبون، دعوه الشمس ستطهره. الآن قال دعوا للشمس، لا صحيح ولا لا؟ أما مسألة زيل المرأة لما لا تدخل فيما لا تفقه، زيل المرأة العلماء اختلفوا اختلافا عظيما ورجحوا، هذا الرجح الصحيح، بأن المسألة كانت يابسة ليست راطبة، فلم تتعلق العين بالثوب، لذلك قال ما بعدها يزيل ما قبلها. لا تدخل في شيء، افهم ما أنت فيه الآن أفضل لك، وإلا ستتوسع على غيرك. نعم يا شمسي. نعم أنا أسرعت، آسف، أسرعت لأن المسألة ليست تظن ما نشرح، صح ولا لا؟ فبنهيكم بسرعة عشان ترجعوا لما نحن فيه. إذا قال فإن لم تجدوا ماء، وهذا دليل واضح جلي على أنه إذا عدم الأصل أحالنا على البدل، فلما حصل البدل في التراب دل على المنع من غيره، دل على المنع من غيره. طيب إذا نقف عند هذه المسألة ونفتح الباب للأسئلة، والأولوية للورق، سامحوني، الأولوية للورق. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليكم. أمين. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، هل فيه مجال للاجتهاد اليوم أم هذا الباب أغلق؟ استغفر الله، من قال بغلق الاجتهاد في هذا الزمان قد حجر وسعا. أرأيتم العربي لما قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد حجرت. هذا يتحجر وسعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. ماذا يفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ولا يمكن أن يصلوا إلى الحق إلا بالاجتهاد. ماذا يفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يغرس الله لهذا الدين غرسا يستعمله لنصرة دينه. ماذا يفعلون بقول الله جل في علاه؟ فاسألوا أهل الذكر. ماذا يفعلون بقول الله جل في علاه؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى، ومن هو الأمر هنا؟ العلماء، لعلمه الذين. وما معنى الاستنباط؟ الاجتهاد. الاجتهاد. قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور لا يعلمهن، مفهوم المخالفة يعلمهن قليل من هم؟ المجتهدون. هذا تحجر واسعا. الذي يقول بذلك هذا يقبل رأسه ويوضع تحت شجرة يأكل الثمر ويسكت ولا يعبأ به، هذا أفضل شيء فيه فقط. وهل يكون الاجتهاد من شخص واحد يكفي أم لا بد من اجتهاد مجموعة من العلماء في عصرنا هذا
لأني سمعت بعض المشايخ يقول باب الاجتهاد مغلق. هذا كمل هو فمه لابد أن يغلق إذا قال بذلك، وقال الأمة ما فيها مجتهد. ما يصح، أنا ما أعلم عالما يقول بذلك، لكن يقول في قلة صح، في ندرة صح، صحيح. كما قلنا العالم الفقيه كالكبريت رحمة، لكن يقول ما في اجتهاد، هذا حجر رحمة الله. كيف والله تعالى أمر الأمة أن تعقل؟ قال وما يعلمها إلا وما يعقلها إلا، يبقى معنى ذلك هذا سيجابه سيل جرار من الآيات والأحاديث. أخطأ هذا الأخ أو هذا العالم، أخطأ. والخطأ وارد على من؟ على مثل أبي بكر وعمر وعثمان. فنقول له أخطأت فتراجع أو ارجع أو انظر دلل على كلامك لأنك تحجرت واسعا، أو إن كان تبنى ذلك فنقول له أخطأت فلك أجر وغيرك أصاب فله أجران. والأولى أن تغلق الكلام في هذا، لا تتكلم في هذا. لو كنت تتبنى هذا الأولى أن تسكت عنه ولا تتكلم فيه، ولك الاحترام والتبجيل، لكن أنت بذلك خالفت سيلا جرارا من الكتاب ومن السنة، مع الأدب له إن كان من العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول النوايا يا شيخنا، حضرتك كلمتنا عليهم وبعد ذلك نسينا ولم نجمعها ولم نتدارسها. النوايا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، صاحب بقالة يسأل عن بيع اللانشون والصلصة المعلبة واللحوم المجمدة وأخيرا بيع البخت. بأي بخت؟ البخت. يعني البخت عبارة عن أشياء. طبعا هذه مقامرة لا تجوز، هذه مقامرة ولا تجوز. أما بيع اللانشون، إذا كان بيسأل عن أصل الذبح، أنت في بلد إسلامي والذبح الأصل فيه الصحة. في بلد إسلامي الأصل فيه الذبح الصحة، إلا أن دول دليل خلاف ذلك. ولو كان حتى مستوردا من أهل الكتاب فالأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، إلا ما دل الدليل على خلافه. قال الله تعالى وطعام أهل الكتاب، قال ابن عباس ما هو إلا الذبائح وطعام الذين أوتوا الكتاب، قال ابن عباس ما هو إلا الذبائح، إلا أن أدل الدليل على خلاف ذلك. هذا التأصيل العام، لأن أنا التفصيل الذي فصله البخت وغيره ما ها. ما خلاص قلت لك إيش الأصل حتى يدل الدليل على، فإذا دل الدليل على خلافه فلا يصح. أحسن الله عليكم. يقول السلام عليكم، بقي من تعريف الطهور ولم تتعرض له فضيلتكم بالشرح والقراءة، فنرجو أن يكون مع شرح فضيلتكم المرور على كلام صاحب المتن والشارح بالقراءة والشرح، وجزاكم الله خيرا. الأصل أنك عليك المتن فقط لا الشرح. الأصل أنك تدرس المتن فقط لا كلام الشارح، هذا التأصيل العام. فما لك إلا المتن، ولا بد أن تعقل كيف يكون الشرح وقراءة الشرح فقط. إذن كأنك تريد أن تلقن فتتلقن وتمشي ولا تعقل. وإذا قرأنا لك الشرح سردا وسألناك لن تعقل شيئا. لو دخلنا في هذه المسألة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وتكلم عن الماء الجاري، فسأجعل الأخ يقرأ وسأوقف الجميع وأقول لهم قم قل لي ما فهمت. إذا كان أنا أصلا في المتن سألت أكثر من أخ على ما فهمت، ما فهم شيئا. ضبط المسألة في هذا، ضبط المتن، عليك المتن والشرح لغيرك. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.